المستشفى النهاري لمرضى السكري بعيون بوزيان جنوبي سكيكدا انطلق من مجرد فكرة منذ 5 سنوات ليصبح نقطة استقطاب لنحو 4000 مريض موزعين عبر 9 بلديات. حلينا في أفريل 2017، الآن في أفريل 2021 قريب 4000 مريض، 3000 واحد من كل البلديات، ما نشوفوش غير المرضى اللي ضعاف ماديا، كذلك عندنا مرضى اللي يجيوا لاباس عليهم بإمكانيات وقاعدين يعاونوا في دار السكري. دار السكري تتكفل بالمريض السكري من جميع النواحي. مجهودات كبيرة يبذلها القائم على هاته العيادة وجمعية أمل رفقة عشرات المحسنين والمرضى يثمنون المبادرة. الحمد لله يديروا لنا الوسائل اللي عطاوا كل كاملين، الحمد لله يعقبونا يرقلونا، عطاوا لنا الدواء، عطاوا لنا كل شيء. تقصيك كيف على الماكلة تاعك، كيف لك، يعني ما نقولك ما شاء الله ما شاء الله. يعني مهما تلقى طبيبة يقولوا تاع السكر، تلقى عندك أعراض تاع حوايج خلاف توجهك، كاين حتى كاين أطباء يجيو تاع 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 التغذية. هذا المشروع الهادف كان مجرد فكرة لمجموعة من الأطباء المخلصين قصد مساعدة المرضى بهذه المناطق، وأصبح اليوم مؤسسة قائمة بذاتها يقتدى بها في أرجاء الولاية وولايات أخرى مجاورة.